موجز الاقتصاد من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال وزير الصناعة الحالي خالد بتال النجم إن العراق ليس بلدا غنيا، وأن نفط العراق وتصديره محصور بنظام عالمي لا يمكن البلاد من زيادة إنتاجه لتغطية احتياجاته حتى في قطع الكهرباء. وأضاف الوزير أن العراق لن يستطيع حتى بعد 1000 سنة أن يعتمد على إنتاجه من النفط في تغطية احتياجات قطاع الكهرباء، مشيرا إلى وجود مشكلة في النقل والتوزيع تتسبب في زيادة سنوية بالاستهلاك والضائعات. ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي بنسبة 95% يوم الأحد على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 261 مليون دولار. وباع البنك المركزي خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 275 مليون و227 ألفا و267 دولارا، غطاها بسعر صرف الأساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار ذهبت بشكل نقدي. قال وزير الصناعة الإيراني علي عباس أبادي إن السوق العراقية مهمة جدا بالنسبة لإيران، ويجب إزالة العقبات أمام الصادرات إلى العراق. وأضاف أن تركيا كانت وستظل منافسا لإيران في السوق العراقية، حيث يواجه سوق التصدير الإيراني في العراق عدة تهديدات خطيرة، منها العقوبات المصرفية والاقتصادية والمنافسة التركية والتجارة الأحادية مع العراق وإحجامه عن تطوير العلاقات. أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد أن إيرادات قناة السويس شهدت انخفاضاً بنسبة 50%، وأضافت أن الانخفاض جاء بسبب الاضطراب في حركة الشحن نتيجة الأحداث في البحر الأحمر. وفي شهر كانون الثاني الماضي أوردت وكالة بلومبرغ أن حركة الملاحة في قناة السويس تراجعت بنسبة 41% عن ذروة عام 2023 وسط تصاعد التوترات جنوبي البحر الأحمر. أكد صندوق النقد الدولي أن هناك 800 مليون شخص حول العالم يعانون من المجاعة، وقالت مديرة صندوق النقد كريستالينا غورغيفا إن العالم لم ينجح في تشارك منافع النمو مع المناطق الأكثر احتياجاً، لافتة إلى وجود تباين هائل في الأداء الاقتصادي بين الدول. وأوضحت أن العالم يواجه مشكلة تتمثل في ضعف النمو الاقتصادي العالمي مقارنة بالمعايير التاريخية، على الرغم من نسبة نموه خلال العام الماضي البالغة 3.2%. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن. ختام الموجز إلى اللقاء.